متشتي يعني عم تمطر. جماعة الخير، فيديو تبعنا اليوم هو عن تعديل سيارتي من الجوا. شكلها بجنن كتير، هو حلو كتير، عطيتها بعض لمسات بتغير لون السيارة من الداخل. قبل ما نبلش الفيديو لا تنسوا تضغطونا زر اشتراك بالقناة وتفعيل الجرس، ان شاء الله راح تستمتعوا كتير. وخلينا نبلش. هلا راح احكي لكم كيف، وراح اورجيكم كيف بلشت بالسيارة، كيف غيرت لونها. وهي اول شيء لما بلشت بتعديل السيارة شلت هالقطع الزرقاء اللي انتم شايفينها هون وهون. طبعا هون اول شيء شلت هالقطعة، اصعب قطعة كانت هاي اللي هون. هلا بدي اورجيكم اياها. هالقطعة كلها اخذتهم على البيت لانه بده ششوار، بده هواء ساخن لا تتثبت اللزق على هالقطع الكربوني، اللزق الكربوني. طبعا شلت القطع اخذتهم على البيت لزقتهم، بعدين اجيت ركبتهم، ركبت هالقطعة. هاي كانت اصعب شيء، القطعة اللي هون كانت اصعب شيء ما حوالين الغيار، لانه قطعة صغيرة هي هون. بس شلت هذا كله، راح اورجيكم كمان، هي شلت هذا كله واخذته على البيت ولزقته لبين ما قدرت اشيل هالقطعة الجوانية منها. بعد ما خلصت هدول ولزقتهم وركبتهم، طبعا رجعت ركبتهم بنفس الطريقة اللي شلت منها. بعد ما رجعت ركبتهم وشلتها، بعدين اجيت شلت هاي اخذتها على البيت ولزقتها، بعدين اجيت شلت الايربيك من الدرجستيون وشلت هاي القطعة الزرقاء اللي انتم شايفينها هلا، وكمان اخذتها على البيت ولزقتها بالهواء الساخن الششوار، واجيت ركبتها ومثل ما انتم شايفين طالعة بتجنن. وانا هلا بالطريق على السوق مشان اشتري الارضية للسيارة، واشتري كمان غطاء للكراسي بلون الازرق مشان تناسب بعضها. هذا هو، هذا بيطبق على السيارة، بس على عزي بس باقي اثنين، هذا واحد وهذاك واحد، كان بدي أربعة بس هون باقي بس اثنين، رح ناخذ اثنين من هدول إن شاء الله. طبعاً أنتم بتعرفوا هاد، شفتوا على الدرجستيون مثل ما أنتم شايفين، تبعيتي أحسن من هاي، هذا مطاط، تبعيتي بتجي دوب، وهذا في عندي إياه. هدول نفس هاي بس بتجي على الأسود. كمان مو هذا، هذا هو. قديش تقي يا زلمه، شايفينه قديش حلو، طبق على الاسود وازرق كثير. هذا حقه 30 يورو مثل ما كنتم شايفين، حقه مثل ما كنتم شايفين 13 يورو. في من هذول على الازرق بس ما بيطلعوا حلوين، القماشة تبعيتهم مو كتير منيحة، هاي بتوقع تطلع أحلى بكتير. ناخذ هاد كمان أزرق، نعلقه بالمراية النصانية مشان تطبق على اللون مثل ما كنتم شايفين، حقه كمان 5 يورو شايفين.
هون منكون حطينا الأرضية تبعيت الرجل وحطينا كمان على الكراسي، طلعت حلوة كتير. بتكون عجبتكم 100%، لا تنسوا تضغطوا لنا زر اشتراك بالقناة وتفعلوا لنا الجرس، وبنشوف بعض بالفيديو الجاي. كان معكم أمين يوسف، تشيز.